لو سمحت. اتفضلي يا فندم اموري. الاقي محل الشرشر فين؟ انهي فرع فيهم؟ مفروع كتير. اللي بيبقى موجود فيه؟ اه ده هتلاقي المحل ده عند الطابور اللي عند المعديه. امشي ازاي؟ زي ما انت ماشيه كده، طولي وخدي اول شمال. شكرا. العفو يا فندم. محمود، انا سمعت ان عندك مزارع مانجا في الاسماعيليه. اه الحمد لله عندي ست. لا والله باخد الانزال. النبي مراته دي غلبانه، راميها واقف لي هنا مع النسوان. بص بقى واطي. عايزين نستغل المزارع دي بطريقه تانية خالص. زي. الله الله يا محمود، ايه هو انت اتلمت انتوا على طنطن؟ انت هنا حلوه في ايه يا جربوعه؟ يا قللت الربايه منك ليها؟ جايين ورايا ليه؟ عايزين مني ايه؟ احنا جربايه يا معفنه يا معين واسعه. انا اللي ربنا كرمني وخلاني اعرف مين اللي بيتفق عليا ومين اللي بيخزوقني. قسما بالله ما هسيبها. ما انا اللي غلطانه، انا اللي اختياراتي زباله زيكم. لا تسيبيني انا بقى الطالعه دي. بنت دي تلزمني. بنت يا معفنه يا لئيمه بتضغطي الفيديو على تليفوني؟ ده انا هشرح وشك، هخلي قالك ما يعرفوش معلم. وسابك خدي يا بنت. لا بس من هنا. انا هسيبك بس يا بنت. ما تحطيش ايدي في الدم الواطي الحيوانه دي. مني منهم يا محمود والنبي؟ صلوا على النبي يا اخوانا وتوكلوا على الله. ده مكان اكل عيش. ترى يا محمود بقول لك ايه، انت هتحميها هتسمع من اللي منها يا خرا. بس يا جماعه ما تلموش عليها الناس، احنا في الشارع. ترى يا حامل حمى يا رجوله، عندك مبدا زي ما بتقول؟ صاحبك وحبيبك قافل تليفونه ومش عارفه اوصل له. لو عندك نخوه او رجوله وصلني ليه يا محمود؟ ليله هات محصن من نحت. الموضوع ده خلاص انا غسلت ايدي منه. بعد اذنك خد اختك وتوكلها على الله من هنا، عشان ده مكانك لعيب. ترى يا محمود انت بتزعل اختي وبتكرشنا من شارع ربنا؟ مش بالصوت العالي يا حبيبي، لو بالصوت العالي كان الكلب بقى سيد الرجاله. احنا ماشيين يا محمود. حاضر. من عنايه يا ابن الاصول، بس وديني ما انا سكتالك. يلا بدايه بس يا تشيلك. اقسم بالله ما هسيبك. يلا القرف ده. قوم القرف عليه وعليها. في ايه؟ في ايه؟ ما بالراحه بنعدي الطريق. ما تتكلمي كويس. ايه الطريقه دي يا ستي؟ ماشي بالراحه ماشيين. كل قرف كل زهقونا في عيشتنا. خلاص كبري دماغك. احنا لازم نوصل لحد في شركه التليفونات. اديله رقم احمد ولا اكرم زفتي ده يوصل لي العنوان. اه نعرف واحد. الواد عاشور بس عارفه هياخد فلوس. يا ستي ياخد اللي ياخده. هديله الفلوس اللي بعتها الزفت احمد ده. ماشي انا هكلمهولك اول ما نوصل بيت. ماشي يرضيك كده يا محمود. خلاص يا سوسن روحي انت دلوقتي. ماشي هتتصل بيا يعني؟ ان شاء الله. هتوحشني.